بسم الله. بعد ما عملنا الجريد هنعمل الممبر. قبل ما ارسم الممبر هجي هنا في السيتنج واقول له ممبر سيتنج، واشوف الاعدادات اللي موجوده، الستاندرد اختار انهي ستاندرد انا شغال بيه، وبعد كده الشكل بتاعي هل هو بالشكل السي بالشكل دوت ولا فلات شيب ولا اتش بي ولا ال وهكذا. اختار الشكل اللي انا عايزه، وبعد كده بختار النقطه انهي نقطه اللي انا هرسم منها، تمام؟ يعني هرسم من النص ولا هرسم من النقطه ديت وهكذا، تمام. السايز بتاعي اقدر اختار اي سايز انا عايزه، تمام. اقدر من هنا ان انا اديله الانجل اللي انا عايزها، اي شكل انا عايزه، تمام. ممكن اعمل فليب ليها، الهوريزونتال قد ايه، الفيرتيكال قد ايه، وهكذا، تمام. اقول له اوكي وهبدا ارسم، اقول له منبر اهوت، ارسم مثلا من هنا لهنا، تمام. ارسمه له بالشكل دوت، هنشوف ازاي نخليه اوضح من كده. ولو انت عايز ترسم رأسي برضه تقدر ترسم بالشكل دوت. طيب بعد ما رسمناه بالشكل دوت عايز اشوفه بشكل افضل، بدل لاين موديل اقول له سيمبل موديل هيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن اقول له لا ده انا عايزها اوت لاين موديل، لا ده انا عايزها شيب موديل بالشكل دوت. واقدر ارجع على فيو واقول له من هنا انا عايزها مثلا بالشكل دوت، او عايزها بالشكل الهيدن رياليستيك تبقى بالشكل دوت.